اهلا بحضراتكم من جديد. بنفكر حضراتكم ان شاء الله الساعه 8:30، يعني بعد حوالي ربع ساعه من الان هننقل لحضراتكم مباراه كره اليد الاهلي والبنك الاهلي في ثالث جولات الدور قبل النهائي في دوري المحترفين لكره اليد موسم 21-22. وطبعا النهارده احنا بنبارك لفريق فريق الكره الطائره الفوز على طنطا 3-0، وايضا فريق كره السله الفوز على سموحه بنتيجه كبيره 24 نقطه فرق. فطبعا يوم الحمد لله الخطوه الاولى والثانيه كانت الحمد لله بلون تيشيرت النادي الاهلي. كابتن يحيى، مباراه النهارده مباراه مهمه لكلا الفريقين، نستعرض مع الساده المشاهدين اهميه المباراه لكلا من الفريقين. طبعا هو الفرق السته اللي وصلوا اللي يعتبر الشوط الثاني اصلا من الدوري العام، بس كان الاهلي والزمالك سبورتنج جيش سموحه البنك الاهلي. طبعا هم المفروض دلوقتي هم اقوى ست فرق في الدوري المصري من 18 فريق. النادي الاهلي لعب مباراتين، اول مباراه كان لعبها قدام سموحه وكسب 36-16، وبعدين الاسبوع اللي فات يوم الخميس اللي فات لعب سبورتنج في سبورتنج، وكان ماتش من اول جيم لغايه اخره كان ماتش حاسم شويه، وحصل بالتعادل 26-26. ده مشوار الاهلي. مشوار البنك الاهلي، اول جوله لعب الزمالك وكان ندي في الزمالك الشوط الاولاني وطلع فرق واحد الشوط الاولاني. والشوط الثاني الزمالك تسيد الموقف شويه، بس هو كسب 28-26 فرق اتنين بس. فاذا فريق جيد البنك. خلينا كابتن استاذنك، خلينا بعد اذن حضرتك نروح لارض الملعب وزملاء الاعزاء كريم احمد ونورهان طمان عشان يقولوا لنا الاجواء. اتفضل يا كريم. برحب بيك طبعا كابتن هيثم السعيد، كل التحيه ليك طبعا وضيفك الكريم كابتن يحيى يوسف، وايضا كمان الحقيقه الشكر موصول ليك تحديدا كابتن هيثم طبعا على المجهود الكبير من البدايه، وزملائي الاعزاء ايضا كمان محمد توفيق، فاروق صلاح، سلاح حامد. النهارده يوم حافل من مباريات طائره كره سله، وختاما النهارده بقى انا وزميلتي العزيزه نورهان طمان نكون معاك يا كابتن هيثم مع جمهورنا في مواجهه كره اليد، رجال كره اليد النهارده الاهلي والبنك الاهلي. بنتمنى ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. برحب بيك يا نورهان. برحب بيك يا كريم، برحب بيك كابتن هيثم وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله يكون ختامه مسك. احنا طبعا زي ما انتم شايفين الاستعدادات على قدم وساق يا كريم، واحنا يعني اصوات الكره ورانا يعني مرعبه الحقيقه. الاستعدادات قويه، يعني اللعيبه مركزه، والمدير الفني يمكن يعني كان في محاضرات مكثفه طبعا للاعبين قبل مباراه اليوم. كمان كنا بنتكلم انا وكريم قبل الهوا على نقاط قوه النادي الاهلي. كريم طبعا هيكلمنا عن اللعيبه المميزه ان شاء الله اللي هتشارك النهارده في المباراه. بالتاكيد طبعا نوران، يعني الحقيقه عندنا كوكبه مميزه جدا من كل النجوم الحقيقه. بيبقى في اصابات يا كابتن هيثم، لكن الاهلي بمنحدر، ويمكن هي دي المقوله في كل الالعاب نوران، في كل مباراه بيكون في دوافع متجدده، بيكون في رغبه الفوز. عندنا طبعا عناصر مميزه جدا، يعني كل النجوم الحقيقه النهارده، ابراهيم المصري، محسن رمضان، عندنا اسلام حسن غايب النهارده، لكن لو ابدا اتكلم على المباراه بشكل عام عندنا غيابات النهارده نوران، بنتمنى ما يبقاش ليها تاثير على فريق النادي الاهلي. الغيابات النهارده ايه بالنسبه للنادي؟ ان شاء الله طبعا يعني الغيابات اسلام حسن للاصابه، وزيزو ايضا للاصابه وفي مرحله التاهيل، كمان عمر سامي في مرحله التاهيل يا كريم، وان شاء الله ان شاء الله الموجود. وطبعا زي ما قلت الاهلي بمن حضر النهارده كمان يا كابتن هيثم، يعني المحاضره الخاصه طبعا قبل انطلاق المباراه بقيمتين كبار جدا النهارده، كابتن طارق محروس المدير الفني ونجم نجوم الحقيقه النادي الاهلي كابتن اشرف عواد المدرب العام، التحفيز والتركيز على اهميه المباراه. المباراه الاخيره نورهان انتهت بالتعادل، لكن نديه كبيره، كل المباريات صعبه بالنسبه للفريق النادي الاهلي، لكن اما بتكون المباراه على ارضنا والجو العام طبعا وكل الترتيبات دي بتكون شيء ايجابي جدا لفريق النادي الاهلي، والحقيقه ده اللي لامسينه مع الفريق من دخولهم الملعب، في تركيز كبير. فريق ايضا البنك الاهلي بيتميز بعناصر مميزه جدا، لكن ان شاء الله باذن الله مع التركيز الكبير ومع التحضير ومع القياده المميزه كعاده كابتن طارق محروس وكابتن اشرف عواد يكون ليها الدافع الكبير، ونقدر ان شاء الله نورهان النهارده نتخطى هذه المباراه ونستكمل بقى المشوار في فريق كره اليد. كره اليد طبعا الكره الشعبيه الثانيه في مصر، جمهور كبير بيتابع كره اليد وبيحبها، والنادي الاهلي طبعا يعني كرات الصالات او العاب الصالات، يعني ما فيش لعبه في النادي الاهلي احنا بنتعامل معاها كلها زي كره القدم، والاهتمام سواء كان من الاداره او من الاجهزه الفنيه كريم. ان شاء الله زي ما قلنا في بدايه يعني لقائنا معاكم ان شاء الله يكون ختامه مسك، وان شاء الله نتوج النهارده بالفوز. بالتاكيد يا نورهان احنا معاك اكيد يا كابتن هيثم بقى من هذه اللحظه حتى ان شاء الله انتهاء المباراه، ونكون معاك باذن الله في كل الاخبار، وباذن الله مع ختام المباراه كعاده فريق النادي الاهلي يحقق فوز، ويكون معانا لقاءات ان شاء الله مع رجال كره اليد بالنادي الاهلي. لكن في هذه اللحظات عوده من جديد والكابتن هيثم السعيد. زملائي الاعزاء كريم احمد ونورهان طمان بشكركم شكرا جزيلا، ويعني متالقين دائما ابدا. كابتن يحيى اجي لحضرتك، النهارده عندنا بعض الغيابات، السنتر هاف اسلام حسن غايب، عندنا زيزو، عندنا عمر سامي
شايف النهارده المباراه ازاي؟ ولو عندك حضرتك تشكيل عصام الطيار سافر او الطيار سافر بس ان شاء الله احنا عندنا عبد الرحمن وعبد الرحمن الاثنين ان شاء الله يسدوا. لو عند حضرتك يعني تشكيل النادي الاهلي يا ريت تقول لنا. هو تشكيل النادي الاهلي طبعا في حراسه المرمى طبعا عبد الرحمن طه، في عبد الرحمن حميد في حراسه المرمى، عندنا سيسا وينج ليفت، عندنا عبد الرحمن فيصل واسامه الجزيري وعمر حجاج دولت في الباك ليفت، عندنا مصطفى خليل، محمود نعمان، فوكس، احمد راضي، جوكر ممكن يلعب سنتر هاف وممكن يلعب وينج ليفت، عندنا محسن رمضان، عندنا محمد لاشين دولت باكات رايت، عندنا عمر كاستيلو طبعا لوحده في الوينج رايت عشان عمر سامي طبعا مصاب، عندنا في السنتر فراود عندنا احمد عادل وعندنا ياسر سيف وعندنا ابراهيم المصري. دول قائمه النادي الاهلي وتشكيل النادي الاهلي النهارده. ويعني يبقى هنا الحقيقه في اثنين انا شفتهم في ماتش سبورتنج بالذات تالقوا جدا يا كابتن. أيوه. وعايز اتوقف عندهم فوكس ولاشين. الاثنين ادوا اداء كويس جدا. أيوه. وانا بامانه عجبني قوي قوي قوي، ودي قائمه تاني بنستعرضها مع حضراتكم على الشاشه. كنا لسه قايلينها من شويه، ولكن يبقى هنا فوكس ولاشين كلاعبين صغيرين وادوا الاداء ده، لا لعيبه ليها شخصيتها كده. طبعا هو ميزه فوكس او ميزه محمد لاشين ان هم بقالهم بالظبط هم بقالهم 4 شهور هم صعدوا للفريق الاول بس بالزبط. ودي حاجه كويسه جدا وحاجه ايجابيه ان يكون لسه فريق لسه او لعيبه طالعين من الشباب وان هم يخشوا في جوه الفريق وان هم يبقوا من الاساسيين ويبقى عندهم عاملين شغل كويس. طبعا ده طبعا من حيث فيه كابتن طارق محروس وكابتن اشرف عواض ان هم جرأة. عندهم الجرأه ان هم يلعبوا شباب. هم كمان مش الاثنين دول بس، كمان من فريق 2000 لسه صاعد بقاله 4 5 شهور، في برضو ياسر سيف سنتر فيلد برضو مدافع كويس طبعا، ومعظم الفريق معظم من الشباب طبعا، احمد راضي طبعا وعمر كاسيلو لسه بقى لهم. بس عايز اقف عند لاشين عند حاجه كابتن لاشين. احنا ما عندناش اللعيبه اللي بتشوط من التسعه وتشوط ممكن قبل التسعه كمان. لاشين عنده دي، لاشين لو نمى دي وقواها يمكن نادي الزمالك بتفوق علينا. يحيى وسيف الاثنين بيقدروا يشوطوا من بعيد، فوكس يمكن اختراقاته اكتر، انما لاشين بيعوضنا عند نقطه احنا مفتقدينها. والله بص يا كابتن هيثم، والله الكلام ده كنت انا وكابتن طارق محروس بنتكلم فيه من 4 ايام ان او 5 ايام كمان، ان لاشين ان شاء الله كابتن طارق هيصبر عليه والحد كلها، ان هو خامه كويسه جدا وبيفكرني ببدايه عمر خالد طبعا اللي هو محترف في المجر، نفس نمط الجسم نفس التصويب والحد كلها. فاعتقد مع كتر الماتشات الكتير والاحتكاك وان هو يلعب مع ناس اكبر منه والحد كلها هيبقى يعني الرهان على المستقبل في النادي الاهلي. طبعا هو محمد لاشين من مستقبل النادي الاهلي طبعا. اي حد اشول دايما اذا كان محسن رمضان، هو برده محسن رمضان صغير ومحمد لاشين صغيرين في السن، ان هم يبقوا هم العمود الفقري للنادي الاهلي في الحته الراي دي. فمحمد لاشين طبعا عامل مستوى هايل بقاله كام ماتش بصراحه، مش الماتش بتاع سبورتنج بس. ان شاء الله برضو نفس الكلام لفوكس، اتمنى ان شاء الله بدل كابتن طارق بيديهم الفرصه لازم يمسكوا فيها بايديهم واسنانهم ان هم يقدروا يمسكوا فيها. كابتن تشكيل للبنك الاهلي مع حضرتك. يا ريت حضرتك نستعرضه بسرعه، حق النادي البنك الاهلي ان احنا نستعرضه. طبعا في حراسه المرمى في احمد حسن بوب ده، وفي محمد سامي، وفي محمود خالد لحراسه المرمى، في وينج ليفت عمر بلال كابتن احمد بلال طبعا النادي الاولمبي منتخب مصر طبعا. في يوسف طارق طبعا ده كان نادي الاهلي برده مواليد 98، في شهاب الجيوشي ابن الكابتن عمرو الجيوشي هو المدير الفني ده الونجات ليفت، الباكات ليفت عمر كمال كيشو، وفي محمد جمعه وعادل شاكر دولت في الباكات ليفت، سنتر افات واحسن اتنين مميزين جدا في البنك الاهلي بصراحه كان عمر مجدي اللي هو كويتي ويوسف محمد دول سنتر افات، في باكات رايت ميسور، في محمد عفيفي وينج رايت واحد بس محمد سامح، في الدايره محمد زين واحمد هاني. شكرا كابتن يحيى يوسف. خلينا نطلع لارض الملعب، هنروح لفاصل الاول اعزائي المشاهدين، وبعد كده هنطير لصاله الامير عبد الله الفيصل لنقل احداث مباراه كره اليد الاهلي والبنك الاهلي مع معلقنا الكابتن ايهاب رجب. الى هناك اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما قلنا هنروح ان شاء الله صاله الامير عبد الله الفيصل باذن الله عشان نقل لحضراتكم مباراه كره اليد. النهارده كان يوم طويل، 3 مباريات ورا بعض. الطايره الحمد لله فوزنا 3-0. المباراه الثانيه كان كره السله وفوزنا على نادي سموحه بنتيجه كويسه، فرق 24 نقطه، وكان الشكل والاداء خاصه في الكوارتر الثالث والرابع كان اداء جيد. عندنا مباراه النادي الاهلي والبنك الاهلي النهارده، مهم جدا مباراه النهارده للبنك الاهلي استعاده الثقه بعد التعادل مع نادي سبورتنج في اسكندريه. المباراه ستقام يعني بعد حوالي بالظبط
خمس دقائق من الان او اقل، يمكن دقيقتين ستنطلق المباراه. احنا جاهزين نروح يا جماعه ان شاء الله. طيب خلينا نروح لمعلقنا الكابتن ايهاب رجب لنقل احداث مباراه كره اليد الاهلي والبنك الاهلي، فالى صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره.